كوتش عبد الله معاكم اليوم، بوريكم الفرق بين الباربل الدامبل والكتلبل من ناحية التصميم، من ناحية التمارين، ومن ناحية المزايا. طبعا اول شيء الكتلبل، لان اغلب الناس ما يستخدمونه، لاحظ هني في هاندل والوزن كله صاير تحت، متوزع تحت، لذلك انت تضطر انك تستخدم جسمك بشكل اكثر عشان تشيل الوزن في تمارين مثل السوينج، السناتش، الكلين. هذه التمارين ميزتها ان تعزز عندك القوة الوظيفية، القدرة على التحمل، الكارديو، وتمارين اللي تحتاج منك قدرة على التحمل. فأفضل أداة هني عندك الكتلبل. هني بعدها على الباربل مثل ما تشوفون ستيك طويل، وتوزع الأوزان وتقدر أنت تطور في الأوزان. وأهم التمارين اللي راح تستخدمها، خلينا نقول السكوات، الديدليفت، البنش بريس، البنترو، كلها تمارين تحتاج باربل لأنها تساعدك في بناء القوة وبناء العضلي، وتقدر تزيد أوزان عالية. فأحسن أداة حق البناء القوة والبناء العضلي. اخر شيء على الدامبل، طبعا الدامبل هو الاسهل في من ناحيه المسكه، لاحظوا ان الوزن متوزع بالصوبين، اقدر امسكها بالرزق، وايد سهل علي، وايد اخف. ثاني شيء اقدر اسوي فيه تكرار عالي جدا، وتمارين العزل ايضا، زائد ان اقدر اسوي تمارين حق جهه واحده، مثلا تمارين حق الايد او الريل بجهه واحده، فالتحكم هنا وايد اسهل، المدى الحركي هنا افضل، التكرارات راح ممكن ازيد فيها، واقدر استخدمها بالتزامن مع الباربل. طبعا ايهم افضل ما في، لان البرنامج الرياضي لازم يحتويهم ثلاثتهم وحسب انت وهدفك.